بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، النهاردة هنكلمكم عن لوح التحكم. فيها 3 خطوط علف، فيها 4 شفاط، فيها غاطس، فيها مرحلة غاطس، فيها مرحلة هيتر. حاطين عليها العداد اللي هو TB82. طبعا الناس اللي أول مرة تتفرج أو تشوف القناة، قناة عرب جروب، قناة مميزة، بنحاول على قد ما نقدر نقدم شروحات ونقدم المنتجات اللي عندنا بطريقة بسيطة بطريقة سلسة. طبعا اللوحة زي ما انتم شايفين فيها العداد TB82، طبعا عداد مميز جدا. طبعا انا معايا المهندس عيد اللي ماسك شغل كنترول في الشركه. طبعا لوحه TB82 لوحه مميزه جدا. كنا نزلنا قبل كده شرح ليها برضو على اليوتيوب. هنفتح اللوحه من جوه. طبعا اللوحه من جوه عندنا عدد 2 كونتاكتور هونداي كوري، دول للهيتر والغاطس، وده المفتاح بتاعهم. عندنا 3 كونتاكتور هونداي برضو كوري، وده المفتاح بتاعهم. دول بتوع خط العلف، خطوط العلف، ودول بتوع الهيتر والغاطس. عندنا 4 مفتاح هونداي لـ4 شفاط، وده مفتاح خاص بيهم، قاتل خاص بيهم. طبعا تحت عندنا عدد روزتات التجميع. طبعا زي ما احنا شايفين كده الباشمهندس عامل ده عشان سويتشات العلف، الحساسات طبعا العلف، تمام. ده حساس اللوحة، ده هندسه ايه؟ حساس والانذار، الحساس والانذار. هنا الاثنين دول بتوع ال ده عندك شفاطات ولا ماشي؟ ادي شفاط 2 3 4، بعد كده تبريد وهيتر، بعد كده خطوط الايه؟ العلف. يعني 3 خط علف، هيتر وغاطس، 1 2 3 4 شفاطات، الحساسات والحساس اللوحة والانذار، تمام؟ ده سويتشات الايه؟ العلف. طبعا ده جهاز اللي هو البطارية والشاحن عشان السرينة، عشان الانذار. لوحة زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، حاجة جميلة جدا، بسيطة، سهلة جدا. احنا طبعا ممكن نبعتها لأي حد وبنتعامل معاه بالتليفون هو يركبها، مفيش. وبعدين احنا برضو بنبعت المهندس عيد، طبعا بروح انا وهو بنسلم العنابر، بنسلم اللوحات. بعدين الهندسه اللي بيسالك على انه عايز يشغل مثلا شفاط او 2 او 3 تايمر في الـ TB82 دي متاح، ممكن يشغل كل شفاط. طبعا احنا بنتكلم في جزئيه، اللي كان في عميل امبارح بيكلمنا في جزئيه ان عاوز تايمر لكل مكون عادي مفتوح. ده متوفر في TB82، اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا ممكن اخلي شفاط يشتغل 5 دقايق، او بلاش 5 دقايق، نص دقيقه، ويريح 10 دقايق، يريح ربع ساعه، واللي بعده يشتغل في توقيت مختلف، وهكذا. TB82 متوفر فيها الكلام دوت. طبعا اللوحه ديت لوحه عميل، ان شاء الله هنسلمها له بعد بكره. حبيت بس اشارككم علشان لو اي حد محتاج لوحات. وطبعا احنا عندنا جميع اللوحات، يعني احنا بنشتغل للتربيه المنزليه والمزارع الكبيره. زي ما انتم شايفين دي لوحه مثلا TB54، ودي لوحه عليها عدد الول، حاجه صغيره خالص كده. يعني مثلا لو حد عنده مزرعه صغيره خالص في البيت، مثلا غرفه ولا حاجه، برده شغالين. يعني الحمد لله احنا بنحاول، يعني عندنا بنشتغل مع المزارع الكبيرة، مع المزارع الصغيرة، مع التربية المنزلية. تحكم عن بعد، وطبعا موجود تحكم عن بعد طبعا لمزارع الدواجن. الناس اللي بتتابعنا اشتركوا معنا في القناة، بننزل فيديوهات مهمة جدا جدا، بننزل شروحات مختلفة. شركة عرب جروب.